السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم وبرنامجكم الاستثنائي الأهلي ينتخب. الأهلي ينتخب كما انطلقنا بالأمس وأوضحنا لحضراتكم فرصة أو نافذة يطل منها السادة المرشحون لانتخابات مجلس إدارة النادي الأهلي التي تجرى يومي 25 و26 نوفمبر الجاري. يطل من خلال الأهلي ينتخب كل السادة المرشحين على الجمعية العمومية لإبداء آرائهم وأفكارهم وبرامجهم وكل ما يرغبون في طرحه على الجمعية العمومية قبل هذا التصويت، زي ما قلت لكم في هذه الانتخابات المهمة التي دائما وأبدا ما تكون حدث شعبي مهم بيهم كل الناس. النادي الأهلي إذا كان بيهم كل السادة الأعضاء داخل أسواره فالمؤكد دي جمعية عمومية. الجمعية العامة للنادي الأهلي هي اللي موجودة في كل بيت وفي كل شارع وفي كل مكان في أرجاء مصر وأيضا في الدول العربية والدول المختلفة. الأهلي ينتخب قبل أن نبدأ في الغد بإذن الله في استضافة السادة المرشحين تباعا، كل يقدم برنامجه وأفكاره ورؤاه للسادة أعضاء النادي. لابد أن نقف على كل الترتيبات الإجرائية، كيف ستسير الانتخابات، ما هي الخطوات الإجرائية، ما هي الضوابط حتى الاحترازية في ظل الظروف الصحية القائمة، وكل ما يهم كل أهلاوي معرفته عن انتخابات النادي الأهلي في النواحي التنظيمية والإدارية. كان من المهم أن يكون ضيفنا اليوم الأستاذ الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي. أهلا بك يا دكتور. أهلا بك أستاذ إبراهيم، وأهلا بك وشكرا جزيلا على الدعوة الكريمة. في الحقيقة إن احنا نطل على أعضاء الجمعية العمومية الموقرين المستهدفين الرئيسيين من هذه الانتخابات الحالية يعني إن شاء الله، وأيضا الجمعية العامة زي ما حضرتك بتحب دايما تقول جماهير النادي الأهلي الكبيرة اللي بتتابع قناة النادي الأهلي. أهلا بك يا دكتور، وسعداء بتلبية حضرتك دعوتنا، لأن هي الحقيقة دعوة مهمة جدا. خليني في البداية، لأن مجلس إدارة النادي والإدارة التنفيذية للنادي مع إدارة القناة كنتوا حريصين على هذه الفكرة، إتاحة الفرصة لكل السادة المرشحين. فقول لي الأول، الأهلي ينتخب الفرصة جات لكم إزاي وضوابطها ماشية إزاي؟ يعني في الحقيقة خليني برضو أرجع لحاجة مهمة في ثوابت النادي الأهلي مكتوبة على البوابات الرئيسية للنادي الأهلي اللي حصل لها تطوير في الفترة الماضية. في الحقيقة تاريخ مبادئ تطوير. أيوة. دائما الإدارة التنفيذية في النادي الأهلي تاريخها كله على مدار تاريخها السابق كان مجلس الإدارة حريص دائما أن تكون هناك ثوابت للنادي الأهلي. هذه الثوابت ثوابت تاريخية في الحقيقة بيتوارثها جيل بعد جيل، وقيادات النادي الأهلي ممثلة في رؤساء مجالس الإدارات، سواء كان الفريق مرتجي، سواء كان الكابتن حسن حمدي، سواء الراحل العظيم الكابتن صالح سليم، أيضا حرص عليها أيضا رئيس مجلس الإدارة الحالي الكابتن محمود الخطيب، أن هناك حيادية كاملة ما بين كل مرشحين لمنصب في مجلس الإدارة وهم أبناء النادي الأهلي وهم أعضاء في الجمعية العمومية، وبالتالي لابد أن تكون هناك فرص متساوية لكل السادة المرشحين.